وعودة من بعد الفاصل مشاهدينا، ودائما من سر الخلطة من قناة دريم، معكم الشيف ريتشارد، وأكيد بهالشهر الفضيل أطباق عديدة وعديدة عم تشاهدوها دائما. هون نحن مشاهدينا حطينا البصل والثوم والكزبرة الخضراء، دبلناه على النار، ضفنا صدر الفراخ، ومن ثم ضفنا نحن معجون الطماطم مع صلصة البندورة المطحونة، وضفنا كمان مرقة الدجاج أو شوربة الدجاج، ومن ثم ضفنا الملح والفلفل والقرفة. وهون مثل ما شفتوا صار في عنا نحن هالمرقة كلها أخذ بعض البعض، مزيج طيب كتير، الكزبرة بتعطي طعمة مميزة وصلصة البندورة غير شكل. هون نحن البامي اللي قليناه هون بنشوف كيف طلعوا، ما ننظرهم على الكاميرا، شوفوا لاحظوا من بعد القلي صارت الحبة قاسية. أنا هون صفيتهم من الزيت، ومن ثم رح ضيفهم مع البامية، وطبعا رح ضيف أنا الملح والفلفل والملح. كمان رح ضيف القرفة الناعمة، القرفة دائما بتعطي نكهة مميزة، ولو هيك قليل من القرفة بتعطي هالطعم المميز. شوفوا شو هالطاجن من البامية أو يخلة البامية، فعلا لمحبين البامية رح يتلذذوا اليوم بهالطبق الغير شكل. أكيد بيترافق معه الأرز بالشعيرية، هون نحن لكن رز مع شعيرية بتقدم معه، ممكن كمان رز أبيض، ممكن في ناس بتحب تاخذ مثلا معه باستا ما بيأثر، وفي ناس كمان بيحبوه بالزيت، بالزيت اكيد رح نبقى كمان نعمل بإحدى الحلقات تكون عندنا بامي بالزيت، اللي هي من دون لحم من دون دجاج. هون نحن صار عندنا صارت جاهزه، بدها تغلي حتى الخواص كله ياخذ مع بعضه البعض. هيدي سر الخلطه اليوم من البامي بنكهه لطيفه ومميزه جدا. اما الطبق الثاني مشاهدينا، خلينا نشوف كمان من شو مؤلف ونعود معكم. مكونات فول أخضر بالزيت، بصل عدد 2، فص ثوم عدد 4، كزبرة خضراء نصف باقة، نصف كوب زيت زيتون، نصف كيلو فول أخضر، نصف كوب عصير ليمون، كوب ماء، ليمون للزينة عدد 1، ملح حسب الرغبة، وفلفل حسب الرغبة. لك يا مشاهدينا، نحن هون بنحب نذكر اللي بحب يضيف عصير الليمون ليخنة البامية أو طاجن البامية، هذا أكيد هالشي بيرجع حسب ذوقكم، هو كتير بيروح معه كتير هالنكهة الطيبة من عصير الحامض الشهي. نحن هون رح نبلش كمان بالطبق الثاني، رح نكون عنا لوحة التقطيع. اليوم دايما بحب أنا أذكر ستات البيوت دايما نسقوا قلم وورقة على كل شيء بتطبخوا، لأنه برمضان شهر من غير شهر بيكون فترة طويلة جدا، وستات البيوت محتارين شو بدي يعملوا، ينعمل جدول أو يحضرونا كل يوم ويأخذوا هيك أفكار حلوة بسيطة سهلة وما بدها وقت كتير، وتحضيرها سهل وسريع، ويعملوا برنامج على مدار الأسبوع ويسجلوا كل يوم شو بده يدخلوا يحضروا، شو بده يجيبوا أغراض من السوق لحتى ما يتعذبوا كل يوم، لأنه فينا نروح مرة كل 3-4 أيام على الماركت نتبضى حتى نطبخ ونجهز للإفطار بالشهر الفضيل. هون نحن مشاهدينا الفول الأخضر، الفول الأخضر اللي هو نحن بنلاقيه بالماركت بأكياس، بنلاقيه من الفرايز بيكون مجلد بوزن نص كيلو تقريبا، قشر خالص. نحن بدنا نضيف البصل والثوم والكزبرة، نعمله كمان تتبيلة سريعة، يعني اليوم نحن بهالأطباق الشهية. هون رح ضيف أنا زيت الزيتون، لأنه دايما كل شيء بزيت، كل شيء معمول بزيت، فول بزيت، بامي بزيت، لوب بزيت، لازم يكون مطبوخة بزيت الزيتون. بس انتبهوا زيت الزيتون ما تخلوه يحترق على النار، يعني أنا هون إذا جبت البصل وفرمنا بصل إلى شرحات، بهالشكل دغري رح ضيفهم فوق زيت الزيتون،
هون لك هي. اخذنا لك هي نحن البصل وزيت الزيتون حطيناهم بهالطريقة. خففنا النار هيك ما احترق زيت الزيتون. نرجع نشوف كمان هون. اوه ما في خبركم شو هالمنظر الحلو بيخنة البامة او بالطاجن البانيا. فعلا بتصير عندنا طبق جاهز شهي جدا للافطار. انا هون البصل كمان رح افرم لها الثوم. الى شرحات رفيعه هون لكين الثوم الى شرحات كمان تحريك عظيم. ومن ثم خلينا نتبل شوي. رح نضيف الكزبرة الكزبرة الخضراء انا فرمتها فرم خشن. هون كمان يا سلام البصل والثوم والكزبرة هون كمان فعلا نحن فول الأخضر خلي ياخد شوية لون كمان تحريك هون دايما من وقت للتاني تحريك. هون كمان البصل والثوم ما في أطيب من البصل والثوم وخاصة أطباق شهية بهالشهر الفضيل. راح نضيف الفول الأخضر كمان تحريك. بهالطريقة إضافة الفلفل والملح هون كده احنا تحريك بهالشكل. هون رح نزيح الزيت والكاسرول الى الخلف. دايما خلوا انتم عم تشتغلوا تكونوا عم تشتغلوا هيك برياحة مشاهدينا تحسوا حالكم مرتاحين تتلذذوا بصناعة الاكل. انا هون كمان رح اضيف كوب من الماء خفف النار. انا هون اغطيه للفول هيك البخار بخليهم يستوى على رواق. هون البامية بما انه علينا البامية علينا البامية بالزيت حطينا البصل والثوم والكزبرة والفراخ ضفنا صلصة البندورة. يعني الطبخة ما بدها وقت كتير بس نحن بنحب نعقدها على نار خفيفة تيتفاعل فيها الملح والفلفل والقرفة وأكيد تصير هالنكهة طيبة. خليها تستوي البصل كمان والثوم والكزبرة يعطيها المذاق الرائع.
يعني فعلا اليوم لمحبين الفراخ رح يستمتعوا بهالطبق اللي هو من البامي مع الفراخ وليس مع اللحم. نحن كمان مشاهدينا في عنا الطبق الثالث اليوم. الطبق الثالث رح يكون عنا من نبتة الزعتر، ولكن الزعتر مع ماذا؟ سنرى بالمكونات. مكونات زعتر أخضر مع جبنة الفتة، زعتر أخضر باقة، طماطم عدد 2، خيار عدد 2، جبنة فتة نصف قالب، فلفل رومي نصف حبة، بصل أخضر عدد 2، زيتون أسود ملعقة، ربع كوب زيت زيتون، دبس الرمان ملعقة كبيرة، سمسم رشي، ملح حسب الرغبة، وفلفل حسب الرغبة. لكن مشاهدينا هالطبق لليوم مؤلف من جبنة الفتة البيضاء، جبنة طيبة كتير، ونحن بعد النهار صيام طويل بحاجة لكالسيوم وبحاجة لخضار وبحاجة لسلطة تكون مفيدة لجسم الإنسان. نحن طبعا بلشنا بيخنة البامية، جانا كفينا طبعا بطبق الفول بالزيت، وثالثا بهالسلطة الطيبة اللي هي من الزعتر الأخضر. الزعتر الأخضر مشاهدينا نحن في عنا نوعين من الزعتر، زعتر بري وزعتر جوي. زعتر بري اللي نحن بنلاقيه دائما بالحديقة بالجبال بالمناطق الجبلية العالية، بتكون ورقته شوي خشنة. أما الزعتر الجوي بيصير في زراعته بالحبوب وبنحصل عليه بهالشكل، طعمته وذاقه رائع جدا. بس نحن قبل ما نكفي هالسلطة بدي اسكوب يخني البامية هون. نحن عنا اليخنة الطيبة اللي جهزناها، ومن ثم هون لكن نحن طبعا مثل ما ذكرنا أرز بالشعيرية، بنقدمها مع الأرز بالشعيرية هون لكن تحريك عظيم هون. شوفوا هالسماك التسبيكة اللي نحنا مرقة أو شوربة دسمة لذيذة شهية. إذا بتحبوا كمان تزودوا عصير ليمون، ممكن نحنا نضيف له عصير ليمون حسب الرغبة. يا سلام، هون كنا احنا عنا اول طبق صار جاهز. شفتوا ما اخذ معنا وقت كثير مشاهدينا، وقتها بيكون كل شيء مجهز وكل شيء حاضر. نحن معنا شيء بياخذ وقت كله بطريقه مدروسه سهله وسريعه. هون نحن كمان بدنا نشوف الفول. ما في خبركم ريحته شو حلوة، ريحة فظيعة، ريحة كتير حلوة. هون تحريك، أنا هون رح ضيف له بالآخر من بعد ما يستوي، عم برقب له ميته، بدي خلي ميته ما نكتر مي دايما، نتفة مي وهو أكيد على البخار مشاهدينا بيرجع لحاله بنشف وبيستوي وبيكون عندنا مذاق رائع. هون نحن مشاهدينا بدي زين بالخس الملون، نعملها بشكل باقة من الورد، تطلع لنا شط سلطة حلو، دايما بنعطيه ألوان حلوة. هون نحن بدي اقطع الفليفل الى حلقات مستديرة. هون كمان في عنا الزعتر الاخضر، هون
الزعتر الاخضر رح نبلش نتفنن بجاط من الخضار مشاهدينا، هيك نحس حالنا بجو مثل كانه شي فنان عم بيرسم لوحه. فبما انه الفنان بيرسم لوحه، نحن ليش ما بنرسم لوحه تكون ست البيت كمان فنانه تعمل لوحه بمأكولاتها؟ واكيد رح يكون منظر كثير حلو، والسعداء اكيد افراد عائلتها رح يكونوا سعداء. هون لكن نحن الطماطم، طماطم الحمراء، كمان عنا فلافلي، كمان عنا الخيار، هون لكن احنا الفلافل الخضراء، وليس لدينا خيار إلا باستعمال الخيار، بيعطي منظر حلو، كمان منظر رسم. هوني بطريقة مايكسي نصف الخيارات، ومن ثم عندنا هون الزيتون الأسود، الزيتون الأسود اللي بيعطي منظر حلو، نجات السلطة، كمان احنا عندنا جبنة الفيتا، جبنة الفيتا، هون دايما كل الأجبان بنخلي لها خشبتها البيضة، جبنة الفيتا، و عنا كمان هون الملح، عنا الفلفل، كمان انا هون حط زيتون بالزوايا، هيك تيطلع عنا اليوم صحن سلطة شهي نتناوله ونحس حالنا فعلا مبسوطين. هون كمان رح نضيف الملح، ومن ثم زيت الزيتون، كمان عنا هون دبس الرمان بيعطي هالطعم الطيب، مع الخضار، وأخيرا السمسم بيعطي قرشة، بيعطي طعم، بيعطي منظر شهي. وهيك مشاهدينا هالصحن الزعتر مع جبنة الفيتا البيضاء صار جاهز، فعلا منظره كتير حلو بيطلع فيه بقول واحد هل يجب أن نتناوله أو لا؟ طبعا الجواب نعم، ولكن بحذر حتى نتمتع بشكله ونتمتع بطعمته الطيبة وبلذة دبس الرمان. دبس الرمان هون مشاهدينا في كتير بيسألوا من شو بينعمل دبس الرمان؟ هو من الرمان الحب، بينطحن، بيتقشر، بينعصر، وبينغلى مع سكر تيصير سميك، وهيك بنحصل على دبس الرمان الجاهز فينه بالمحلات بالماركت الكبيرة. وأكيد إذا حدا نزل على بيروت أو على لبنان دايما وصوه على دبس الرمان، طعمه ولا أطيب.
بهالوقت نحن مشاهدينا بما انه الطبق الاول صار جاهز والطبق الثاني صار كمان على وشك انه يصير جاهز، رح نروح لفاصل ونواصل معكم بعد القليل.